نهاية نقلاتي عن عوالم خفية أغلق آخر صفحة لمذكرات مريم يوم. بعد كشف كم الفساد الذي قابلته خلال رحلتي في العوالم الخفية، لابد أن أظهر الجانب الآخر من الصورة، وأبدأ بالشكر للقائد العسكري لمجموعة عوالم خفية، اللقيب رؤوف ضابط الأمن الوطني. أول ملف يمسكه كان الملف بتاعي. رؤوف ده من كتر حبه في شغله ساب مراته ليلة دخلته. معلش يا حبيبتي انا اسف، ياما تسببت له في مشاكل مع مراته. انا هلال كامل، عايز اقابلك دلوقتي. انا جاي لك حالا يا استاذ هلال. حالا فين يا حيلتها؟ رايح فين يا حيلتها؟ ايوه يا استاذ هلال، ايوه حالا اهو حالا. اهلا مؤاخذه، البطاقه. رؤوف ياما واقف جنبي وكان زي عماد ابني، سبحان الله. ما كنتش طايقه ولا كان نازل لي من زور. استاذ هلال كامل، مين حضرتك؟ رؤوف هاشم، ضابط من الأمن الوطني. بس طلع ابن حلال. ايه اي نعم، دلوقتي هو اللي ما بقاش طايقني، بس هو برضه حبيبي. معلش تاني يا حبيبي، تاني بشوف التليفون. الو، ايوه فاطمي فاطمي، هو انا ممكن احاول ادب اللقيب رؤوف بعد أن حقق أول انتصاراته في حياته الزوجية. غادة طول عمرها مستقوية، مش على اللي حواليها بس، على نفسها كمان. الشيطان مش محتاج يوزني. امضي يا نجلة، امضي يا نجلة. كان دايما ضدي في اختياراتي ليها، برغم إني كنت ببقى خايف عليها. إيه بقى الغلطة اللي أنا غلطتها ومش قادرة تنساهالي؟ كل ده عشان رفضوا عينكم وعيدة بسبب السجل بتاعي؟ مع اني مش قتل قتله ولا حرامي. دايما مستقله بنفسها، حتى لما بقت ام بقت بعيده عن عيالها. عاجبك الفضايح اللي انت عملتها دي؟ ما ترد يا بتاع الحفلات المسموعه. ماما بعد اذنك انا جاك باو، انت تخرس خالص. يا مامي انا كنت حابه احكي لك كل حاجه بصراحه، ونتعامل كاننا اتنين صحاب. ولما ام زي تعرف اللي بنتها بتعمله، المفروض عليا اني اعمل ايه يعني؟ ابعت اجيب مأذون واتنين شهود ولا ابقى شاكره وانتوا اتنين ليمون؟ دي اسمها قله ادب. واللي كان بينها وبين جوزها كان مصلحتها وبس. طب ما تنساش العموله بتاعتي لما الموضوع يمشي يعني. امال حبيبتي عينيا. عادي اننا نغلط، بس المهم نعرف الغلط ونصلحه. طبعا لازم تبلغ عني، جايزتوك نشان ولا شهاده تقدير و100 الف طز فيا، المهم الناس تسقف لك. جايز كده ارتاح ضميرك. ساعات الواحد بيبقى محتاج قلم علشان يفوقه. هو قال قلم هيموت بس هيخليه يمشي عدل. فجأة بنلاقي بناتنا كبروا واحنا مش واخدين بالنا، ومع الوقت بيتغيروا واحنا مش حاسين، وساعتها بنسأل نفسنا هما ليه دايما واخدين جنب بعيد. اطلع بره، انا مش عايز تبقى عندي بعيد. اطلع بره بقى. رغم ان احنا اللي بنبقى بعاد، خدوا بالكم من بناتكم واحضنوهم، اهدنوهم عشان ما يدوروش على حضن غريب، وساعتها مش هنلوم غير نفسنا. عماد برغم انه كان عكس غاده في كل حاجه وعرفت اربيه عنها، لكن ما طلعش زيي. لما كانت تقابله مشكله كان بيهرب منها وعمره ما واجه، ودايما كان بيبص تحت رجليه زيه زي نهى. طول عمرها ماشيه ورا ابوها. بابا تاني؟ نهى مين؟ انا كنت جاي عشان تطمن على الطفله. ولما فائد كان متاخر برضه، بس قدرت تقف وتواجه. احنا ما فيش منا كلام اصلا، ولو ما فيش ما تقولي بقى بالنفس المندبه اللي انت فيها دي. ابعد عني مش عايز اشوفك. هيبقى ليها مستقبل كبير في الصحافه، ممكن تفضل طول حياتك تدور على نصك التاني، النص اللي يشبهك، ويوم ما تلاقيه الفرحة بتعرف طريقها. على فكرة يا عماد، نهى عملت مجهود جبار عشان ماجد يتكلم عربي. نفسي بقى اسمعه بينطق عربي. أنا علمته شوية قواعد كده بس، واحدة واحدة هيتعلم كل حاجة. بجد؟ أيوه بجد. ثانية واحدة بس أفكره. يلا حبيبي،
ابدأ بالقواعد. يا لهوي يا خرابي يا فضحتي هي دي قواعد؟ مصري ولا مش مصري يا بابا؟ مصري مصري ومن الوراقة كمان. حبيبي رب أخ لم تلده أمه، دراز صديق عمري. أنا وهلال طول عمرنا صحاب من زمان قوي، ده عشرة العمر. وأنا لما كنت أقع في أي دقيقة كان أول واحد ألاقيه جنبي هو. أيوة عمان، دراز اتقبض عليه. كلم غادة خليها تلحقه على اسم عبدي. ده إيه الناس اللي يتقبض عليها وتخرج في نفس اليوم دي؟ أنت عندك واسطة كبيرة الظاهر. أنت تعرف هلال كامل؟ بالرغم من إننا مختلفين في حاجات كتير. يبقى هتضطر تنزل أنت المقال عن المرشح الرئاسي بتاعنا وتكتب تحتيه هلال كامل. أنا لا يمكن أعمل حاجة زي دي. أنا كنت برفض أي حاجة ضد مبادئي، مش بقبل أي وضع، لكن دراز كان مرن شوية. لكن أوام كان بيفوق ويرجع في قراره. إزاي تقبلها على نفسك إنك تشوه اسم صديق عمرك؟ ازاي؟ اوقات ربنا يرزقك بصاحب زي اخوك بالظبط، واوقات يرزقك باخت برضه زي اخوك بالظبط. الله سافر الله العظيم يا رب. غيره يا جمالك. قابلت يا عفيف غيره دي بقى. بص لو بص يا حلاوة. كفايه بقى يا عفيف، انت ما بتزهقيش. طيب بقى بص بقى، صفصوفه الجميله، بص فيها شبه مني. فيها شبه منك يبقى بلاش منها. خلاص تحتي. زيزو. هلو. ايه يا ابني في ايه؟ انت حاسس كده بقى ليه؟ اللي في سنه دايما بيدور على قدوه ليه عشان يبقى زيه، ودايما بيبقى الاب قدوه ابنه. انا مش فارق معايا تغش في الامتحان ولا لا، لكن انت كده ممكن تسوق سمعتي. لكن زيزو كان عاقل والحمد لله انه ما خدش ابوه قدوه ليه. بس انت بتضربني ليه؟ انت فاكر انك هتربيني؟ فاكر اني بعتبرك اب بجد؟ انت عمرك ما كنت مثل اعلى ليا. كان طالع لامه في الحاجه دي، رافض كل اللي حواليه وعايز يتغير عنه، بس للاحسن طبعا. مهما برضه حاولت مش هتقدر تكسرني، احتياجي ليكوا مش مكسرني، اب وام مش معايا، يبقى الظهر ده مش ورايا، مهما حاولت ان اغير برضه باخد على قفايا. ومن ساعه ما قعد معايا وهو شاف ان عمره ما كان هيشوفه في حياته اكشن وخطف. اوعى يا عم ضرب نار. زيزو ومستشفيات. ساعات بيبقى عندك حلم وعلشان تحققه محتاج تصرف عليه، وعشان تصرف محتاج تشتغل، ولو قدرت تعمل ده تبقى نجحت في الاثنين، الحلم والمشروع. بنحب واحنا كبار، مش مهم ايه السن، المهم اعرف اختار. ده الحب مسؤولية، حسيت لازم تقول رضاك ده هدية، اوعى منك تزول. اجمل احساس لما تكون واقف في وسط الناس، الكل باصص ليك وانت مش هنا من الاساس، باصص لنقطة واحدة هي برضو بصة ليها، دوشة ومعزيم وناس وكروشة انت وهي فيها. وده طبعا بعد ما اتفقنا على اسم ابننا، وقعدنا نخطط في حياته لحد ما يبقى في سننا، من اول اكله لبسه مدرسته حتى جامعته، لحد لما نشوفه حبيب يعيش قصة حبنا. ازاي انا حب ليها كان بالنسبة لي حلم، انا لحظة حب ليها احلى مشهد جوه فيلم. حب غير اعتيادي عادي جدا ليها موت، حب مالوش قواعد عدي بيه كل الحدود. عادي نبقى في اتنين تايهين مش لاقيين نفسهم. يا صباح الجمال. ايه يا عم خدتني. ولما يتقابلوا صدفة بيقدروا ساعتها انهم يلاقوا نفسيهم ويحققوا ذاتهم مع بعض. نوران
بنت اتولدت لقت نفسها في الدنيا من غير اب ولا ام، وكمان عاشت طفولتها في ملجأ. يمكن كل واحد كان لوحده ضايع او مش عايش صح، بس مع بعض هيلاقوا نفسهم ويكملوا اللي كان ناقص في حياتهم. ابسط يا عم، ده الليله اللي تقعد كله فرحان لك من الصبح لحد الفجر. عروسه زي القمر ربنا يخليها لك، حافظ عليها دي جات لك بعد سنين الصبر. الليله بقى بينا امكم واحنا جايين مبسوطين، كلامنا جاي من عقل فوق، لو انت اسد احنا مرمين، جايين بقلب واقفين طالعين بجد، مش ناسين عارفين اننا جامدين، بنقول ومش مش ساكتين، جايين نفرح نلعب ونهيس، جايين نرقص العريس، جنو ونمسي عليه، نرقص شعب نلعب باليه، هنولع الدنيا بكلامنا، خد مني ده كلام مفيد، ما فيهاش كبير قدامنا، من كده بنشيل حديد، ولعناها من غير ولاعة، اسمع وافهم واستفيد، شكلك بقى غطا بلاعة، تعالى ده انا عندي الجديد، الفرح فرح والدلع دلع دلع، والشارع بتاعنا ولو راجل معنا، وده ليا زمان عجيب، ركبت النملة ديب، ما تخلي كله في حاله، ده الحل عند خاله، انا قاعد بنشف وطر، ولو ماشي انا بجري، وفي الهلسة انا وديتك البحر رجعتك عطشان، صاحبتك خليتك في دماغك تعبان، سمعتك كلامي شفتني فندام، كرفتك ومشيت وسبتك ندمان، عشاني اسمعني وخليك تمام، انا ممكن اخليك ما تعرفش تنام، غوطنا في كلامنا طلعتك خسران، دلوقتي هسيبك وهمشي سلام. أستاذ هلال كامل؟ أهلا وسهلا، تفضلي. يسرى. أيوة، أنا كنت عايزة حضرتك في موضوع بس سري حبتين. خير، سري إزاي؟ أنا كنت قريت التحقيقات الصحفية بتاعتك عن مذكرات مريم رياض، وكنت عايزة أكتب المذكرات بتاعتي بس بإيدك. لا أنا ما بكتبش مذكرات، اكتبيها أنت ولما يقتلوكي أقراها أنا. هما مين دولت اللي هيقتلوني؟ معرفش الحقيقة، معرفش، بس لما أجيله وأقراها هعرف. لا بس حضرتك فهمت غلط، أنا عايزة أكتب قصة حياتي، أكتب عن شغلي مش أكتر. أنت وراكي حاجة النهاردة؟ لا. طب ما أنت يلا بينا. فين؟ على المكتب، أنا أصلي ما بعرفش أشتغل غير في المكتب. وفين المكتب؟ في البيت. في البيت؟ اه، هنكتب المذكرات فصل فصل وحكاية حكاية. بس انت فهمتني غلط، بس حاضر انا جاية معاك. وقول لرجالتك تنجز. عايزين نقابلوا الرئيس حربي. ما عندناش عزا هنا، مش عايزين مقرئين. احنا مش جايين عشان كده، ولا جايين عشان مصلحه لينا. يا رجاله خير، متجمعين في الخير ان شاء الله. خير ان شاء الله يا رئيس حربي، البلد فايره، وحكايه قتل حرمه ده هيولع البلد نار. احنا ما بنتهددش يا مشايخ، أهل البلد فوضونا يا ريس حربي عشان نقول لك على اللي خايفين يقولوه واللي حاسين بيه واللي خايفين إنه يحصل. لو قتلت بنت العمدة ساعتها ما عادش حد هيعمل لك حساب. وكنت فين لما قتلت بنتي؟ الناس يا ريس حربي ممكن تتسامح وتتساهل في حاجات كتير قوي،
غير حكايه انك تاخد طارق من حرمه. كتر خيركم، احنا اصلا جايين في صلح، والكل ده عشان ايه؟ ولاد حرب ما يقتلوش حريم، مش كده يا ابوي؟ انا هعمل اللي شايفه صح، ومش خوف منكم ولا من اهل البلد. ويلا يا مشايخ، روحوا ادنوا العصر، خلوا الناس تصلي. يلا يلا. موت، ايه ده؟ تنقاب قالوا لي لبسهولك. ليه؟ ما عارفاش. ازهار، وانا صح امشي؟ يعني حربي هيسيبني امشي واروح لابوي ولطايح؟ خدي طايح وامشي من هنا يا موجه. الأرض دايما بتطرحش إلا شوك. أشوف وشك بخير يا موجه. سجلت التنازل عن العمودية في الشهر العقاري. تمام، هنديها له لما نطمن على مهج. مش هقدر اوري وشي تاني لاخواتي يا طايع. لما تشوف وش مهجة وحفيدك ما تنسى الدنيا كلها. خايف، خايف من حربي ولعيبه. ما تقلقش يا عمد، هو هيعوز ايه تاني اكتر من كده؟ كان قاصد يكسرك وحصل. وبعدين الناس كلها هتشوفك كبير، انت بعت الدنيا كلها عشان خاطر بنتك. انا عاوز بنتي، رجعها لي يا طايع. انا عارف اني كنت قاسي عليك، بس عشان كنت خايف عليها. بكره لما تخلف هتعرف. لو النهارده عدى على خير انتوا التنين هتبقوا ولادي. ما تقلقش يا عمده، هيعدي على خير. حرب شايع لاخواتي ولعيلتي عشان يجوا وتكون نهايتي على يدهم. مش مهم، مش مهم كلام الناس حتى لو كانوا اهلي. المهم موجه تكون بخير يا رب. انا جماعتكم كلكم النهارده عشان تكونوا شاهدين على اللي هيحصل. الصلح خير يا ريس حربي ولا ايه يا عمده؟ العمده معايا حاجه هيصالحني بيها. قول لهم يا عمده. وفي ايه يا عمده؟ موجه فين يا حربي؟ دخلوها. موجه وسط الحريم دول، لو العمدة عمل اللي اتفقنا عليه هتظهر. بس احنا ما اتفقناش على حكاية اخواتي دي. ايه؟ لازم يبقى فيه شهود يا عمدة، مش يمكن ترجع في كلامك؟ اشوف مهجة الاول. مهجة، مهجة. انا هنا يا طايح. اللي انت عاوزه هو يا حربي. ايه
ده يا عمر؟ دي ورقة سجلتها في الشهر العقاري، تنازل مني عن العمودية سلطان والد حرب. لا، العمودية مش بتاعتك عشان تتنازل عنيها، العمودية بتسرف في العيلة كلها. أنا اتنازلت والحكاية انتهت واللي كان كان. الكلام ده حسابه كبير يا عمدة. أنت كده اخترت بقى لوحديك يا حسن. الغفر يهجم على العمدة الجديد. ايه عداك العيب يا عمدة؟ انت كد كلامك. بيبوع حقك عليا يا بتي، حقك عليا. سامحيني يا بتي على كل اللي عملته فيك زمان واللي هعمله فيك دلوقت. موجه! اللي على وشك ده، ده اللي انت عايشتني فيه سنين. عيشه مهجة. مهجة قومي. مهجة. مهجة بصي علي. ما يغماش عليك. مفيش، انت كويس. انت كويس. مفيش حاجة. مفيش حاجة. قومي. قومي يا مهجة. بصي. بصي. فوق يا موجة، عينك ما تغيبش. افتح عينك. فوق يا موجة. موجة. موجة مش هتموتي. موجة. خدتك للموت بإيدي، سبتك تروحي مني يا موت. أنا السبب، ضيعتك من يدي يا موت. لا بقدر أحميك ولا أحمي بنت.
بيحصل ده حرام حرام، والله اللي بيحصل ده حرام وظلم. يا رجالة البلد، يا شبابها، يا أهل البلد، اللي بيحصل ده حرام. قتل الولاية حرام، قتل الولاية حرام، قتل حربي للولاية حرام، قتل حربي للولاية حرام، قتل حربي للولاية حرام. يلا عطايا يلا عطايا، ما صحش كده واحد الله. لا يلا الله تحت يا ابوي. اختك هي اللي ارتاحت. ايوه بس موجه كانت صاحبتها. سيبوني مع بنتي لوحدي. ابوكم مش هيسكت لما يخلينا كلنا نحصله سماح. نحصلها كيف؟ محدش يستجري هو بناحيتنا. ابوك يمكن يكون خلصنا من اكبر عدولين، العمده، بس كسبنا عداوه البلد كلها. صح، والناس كلها حذروه. مفيش طارق بيتاخد من حرمه. أنا كنت فاكره طول السنين اللي فاتت بيخوف العمدة وبيته بس، بيكدرهم يعني. وما فيش بيت في الصعيد هيعمل لنا حساب. لا، هيعملوا لنا حساب. طولهم خايفين مننا. الخوف مش ظهر نتسند عليه. هي ديتها واحد. واحد يتجرأ علينا ويكر وراه الباقي. سامحيني يا سمان. سامحيني يا حبيبتي. تأخرت عليكي كتير. أنا عارف، بس ما قال ليش عين أجيلك قبل ما أخد لك بتاعك. ارتحت يا سماح؟ أنا متأكد إن أنت دلوقت مرتاحة في رقدتك. أنت مبسوطة يا حبيبتي؟ ارتاح يا بنتي. بس أبوكي مش مرتاح. أبوكي مرتاح كأني كنت بجري في الهواء، بجري على الفاضي. لا موت مهجة ولا ذل أبوها طفي النار اللي جواي، ولا داو جرح جرحوني جرح جديد. أبوك تايه يا سماء، سامحيني يا بنتي وارتاح في نومتك. من يوم ورايح كل يوم هتلاقيني عندي، هتلاقيني كل يوم. سلامة يا حبيبتي، سلامة يا ضرايا، سلام. سلامة يا سماء.
الباقية في حياتك يا طايع. ما سافرتيش ليه؟ اديكي شفت اللي بيقعد بيجراله ايه؟ انت عملت كل اللي تقدر عليه علشان تحافظ عليه. فرجت فيه؟ فرجت فيه؟ حاولت ولا ما حاولتش؟ وقفت قدامهم ولا هربت؟ قتلت ولا ما قتلتش؟ في الآخر موجة ماتت. سلام عليكم. بقي في حياتك يا ولدي؟ حياتك الباقي يا عم بدوي. تعرف يا ولدي؟ أنا كنت مستنيك تعاود بفروخ صبر. ما أنت عارف، ما حدش يعرف وجيعتي ودوايا غيرك يا ولدي. يا عم بدوي، لا عاد في لا مستوصف ولا عاد في دكتور. روح شوف مكان تاني. النبي تسامحني أنت يا ولدي، كنت بتتجل عليك وأنت في الظروف دي. بقول لك قفل يا عم بدوي. شوف مكان تاني، شوف دكتور تاني. معلش يا حاج، فوت علي كمان كم يوم. حاضر يا بنيتي، انا عاود كمان يومين. ليه يا رب اسمه الكريم يا دكتور. هو المستوصف ده كان حلمها زي ما كان حلمي. بس انا دلوقتي اعالج الناس ليه؟ عشان تعيش في ظل حربي؟ ولا عشان تموت على يده؟ انا لما بابا مات انهارت تماما، اكتئبت وسبت الشغل. كنتش عايزه اعيش، كنت عايزه اموت. ما خرجنيش من الحاله اللي انا فيها دي غير اني عملت اللي كان نفسه يعمله. فهمني يا طايع، لو موجة شايفاك دلوقتي. موجة مش شايفاك، عشان موجة ماتت، راحت عند اللي خالقها. سعيكم مشكور يا أمين. ايه اللي جابك يا ولد حربي؟ انا جاي احذركم، احنا لازم نسيب البلد ونمشي الليله دي. انا مش ماشي من البلد ولا رايح اي مكان. بعد ما اخوي ومراتي راحوا ما خايفش من حاجه ولا باجي على حد. لو انت مش خايف على امك واختك فانا خايف عليهم. وما بعتينك تقول الكلمتين دول؟ بعتينك تخوفني؟ قول لهم خلاص طايع قلبه مات. ضحي معانا يا طايع. طايع انا ابوي واخواتي هيتبروا مني بسببكم. انا بنورك عشان تهموني. يا راجل، وعايزنا نهرب لحد ميت؟ افهم، وجودك هنا خطر، هم هيخافوا منك لا تتهور عليك. عايزين يتغدوا بيك قبل ما تتعشى بيهم. وعندهم حق، عشان مش ناوي اسيبهم. وما هيسكتوا لك. اديك شفت ان ابوي ما بيفرقش معاه حريم، يعني ازهار وامك في خطر ولازم يطلعوا من البلد. طايع يا ولدي عنده حق. وهم هيسيبونا نطلعوا من البلد عايشين؟ الحكايه يا قاتل يا مقتول، وانت عارف كويس. اهدى يا طايع، انا عامل حسابي. لموا حاجاتكم، واول ما الدنيا تليل والناس تدخل بيوتها هجيب عربيه نحمل عليها الحاجه ونسيبوا البلد في العتمه. روح يا ولدي هات العربية وكلنا حنروح معاك. يما
ايوه السلاح فين؟ ملوش عازه يا ولدي. احنا مش اتفقنا خلاص ان احنا هنمشي في الليل؟ واذا حد طلع علينا؟ بلاش انت، ضاحي هيبقى معاك. يا اما بقول لك فين السلاح؟ مش مأمناك يا طايع، خايفه يبقى معاك السلاح تتهور يا ولدي. ودلوقتي خفتي عليك؟ لو اطول افديك بعمري يا ولدي، افديك. فواز كان لازم يموت عشان تبقي الام المثاليه. عندك حق، ما هو علشان اللي حصل لفواز يا ولدي ما عايزهوش يحصل لي تاني يا طايع. خلص يا امه، دسيت السلاح فين؟ رميته، فكيته حته حته ولجحته في الرياح. ارتحت، ما عايزهوش. وما عايزكش انت كمان يا ولدي تمشي في طريق السلاح. طايع اسمعني يا طايع، طايع ولدي ما تحرقش قلب امك عليك يا ولدي. طار شكله مكتوب علينا يا سراج بيه، ولازم اصفي حساباتي القديمه والجديده. انت جننت يا طايع؟ عايز تحارب حرب ولاده ورجالته لوحدك؟ وبعد ما قتلوا مرتي واخوي تقول لي عقل؟ نفعنا بيه العقل يا جدع. اذا كنت خايف على نفسك خاف على امك واختك. مش هعمل حاجه غير لما اطلعهم برا البلد. وترجع تاني عشان تقتلهم؟ طايع سيب شغل الحكومه للحكومه، احنا مش في غابه، وانا قسما بالله لعلق المجرمين دول من رقابيهم. انا هروح لمدير الامن. انت يا سراج بيه بتاع نوادي الافراح والجاتوهات، قصقص وريشك خلاص، وانا ما فضليش غير دراعي. وانا مش حاسبك تضيع نفسك. فات اوانه الكلام ده يا سراج بيه. انت تشليت. شليت؟ بس انا مش هسيبك تعمل فيا كده. انت هتقوم. ربنا ملاك بقضى ورحمك من قضاك. لسه ما رحموش. ما كانش في حاجه هتخلصك من يد العيله بعد ما حطيت راسنا كلنا في الوحل. لكن أقول إيه؟ الضرب في الميت حرام، أحسن لك تفضل مشلول. أخوي أبي المعروف خالص على مش هسيبك تموت. ما بجيش أخويا ولا بجي من العيلة ويحرم عليا أدخل بيته. أخوي أخوي خلص علي، مش رايح باجة. امشي، ما عايزينش حد منكم. امشي. بنتك ليها دم، خده وبعدين ابقى موت براحتك. انت مش ضريه. انا واحده ما بجيلهاش حاجه تبكي عليها. خلاص التعليمات اللي انا قلتها هتتبلغ لكل الاسر. يا سراج بيه ما ينفعش كده. الفرح عايزين باشا. بعد اذنك يا باشا، الاسر هتولع وربنا وحده هو العالم اللي ممكن يحصل ايه. انا اسف جدا يا باشا، هو اللي جري فجاه ودخل على سعادتك. انت مين؟ انا المقدم سراج الدين عبد الفتاح يا فندم. انت هتتحاكم على الدخله دي. هستاذنك اتفضل معايا يا سراج بيه. سيبه روح انت، تحت امرك يا باشا. يا باشا انا كنت شغال هنا في الاسر، ماسك رئيس مباحث اسم ثالث، هنا قالوا لي ظلم. رحت حلايب ولا ايه؟ لا يا فندم، انا اترقيت ورجعت القاهره وماسك النادي النهري وظباط الشرطه. وفي حد بيترقى ظلم يا سياده المقدم؟ هو حضرتك ينفع ان انا اترقى وفي قضيه في ايدي لسه ما قفلتهاش، ده يبقى ظلم ولا مش ظلم؟ دوست على رجل مين يا سياده المقدم؟ يا باشا انا كنت بشوف شغلي، كل الموضوع ان انا ضايقت كبارات البلد في الاثار واللي مسندينهم. صدقني يا فندم الموضوع اكبر من كده بكتير. الناس اللي في الاسر دي انا عارف خباياهم وعارفهم كويس جدا، انا كنت مجند واحد منهم. قول لي بجملتين عاوز ايه؟ انا بس اسمح معاليك ارجع لشغلي واخلص قضيتي وتنقلني زي ما انت عايز حضرتك. هنعمل ايه دلوقتي يا ابوي؟ شايف الدنيا هتمشي كيف؟ تمشي زي ما تمشي. وإذا لما سحبت سلاحك وطاقات حرمه كنتش عارف ان الدنيا هتتقلب علينا؟
كانش عندك خطه يعني؟ فاكر ان انا كنت مخطط تقتلها؟ انا ما كنتش عارف حاجه ولا فاهم حاجه. هلا كنت خططت ولا فكرت ولا عملت حساب؟ ما كنتش قتلتها من ساعة ما خدناها لحد ما ماتت وأنا في عالم تاني. فكرتني بأختك. فكرتك بأختي تقتلها؟ فكرتني كنت بحب أختك قد إيه. الغضب عماني. ماشي يا أبوي ماشي، ده الوقت، جه الوقت إنك تفكر في اللي جاي شوية. أنا عملت كتير. بعد كده اللي عاوز يعمل حاجة يفكر بدماغه هو، وانت تدور عليك. هديك بقيت العمدة. حاضر يا ابوي. حاضر. عملت ايه ياك؟ ما توسع ياك. اصبر يا اخي اصبر، لما اخلص حمولة العربية تبقى تعبته. تجنيت يا دولية، ما توسع بل ما نسويك بالارض انت وحصانه. واه الراشد بيحمل عشان اخلع عيش. ما يحمل، حمل على جنب. الدنيا مطرتش؟ لا طارق. وبعدين انتوا مالها ليكم؟ ما توسع يا ولا ما وسعتش. هتعملوا ايه؟ تقتل من حريم بيتي؟ شكلك قاعد عايز تموت. انت جنيت ولا ايه؟ الا ما يكمل بعضه. كيف حياتك يا اخوي؟ وسع ضعف، وسع، عايزين نشوف تعمل ايه. وسع يا ايه؟ البي كمان كان عايز يهرب معاهم. على فين يا ضح؟ اي مكان بعيد عن هنا يا ابوي. تسيب ابوك واخواتك عشان حرمه؟ لا يا ابوي، بحرمه من غير حرمه انا ماشي. أنا مش قاعد وسط سيل الدم ده تاني. ده كلام أزهار. لما خلقاتك وخش على جوه، لخلي إخواتك يعلقوك. أنا حمشي بهدمتي. بقول لك مش قاعد. يبقى عليا الطلاق لأحبسك في أوضة لحد ما يبان لك صاحب. وليه يا سلطان؟ أنا آخد رجالة وننزل نخلصه على طايح الكلب ده. لا. البلد مقلوبة علينا. ما ينفعش حد منينا ينزل ويقتل. أنا أكلم صابر، لسه طالع من السجن. أقول له المطايع ما بقيش في حمايتنا وساعتها هو يقتله. يا أبوي، خليهم يسيبوه. سيبوه. سيبوه كيف يا أبوي؟ قلت سيبوه. اديله المفاتيح يا هلال. مفاتيح إيه يا أبوي هيهو؟ اديله المفاتيح. مش هتقعد غصب يا ولدي. خلي بالك من نفسك. ما اقدرش اسيب مرتي يا ابوي. وتسيب ابوك واخواتك؟ هات مرتك يا ضاح، هي دلوقتي في حمايتي، محدش هيمس شعره منها. هاتها وخدوا بيت في البلد وعيشوا زي باقي الناس. دم يا ابوي خلاص، دم خلص خلاص، ما عادش في عداوه بيني وبين حد. ضاحي انت لو مشيت يا ضاحي العقد هيفرط، اخواتك هيتفرجوا. انا طول عمري محاوط عليكم، لممكم حوالين بعض عشان تتسندوا على بعض وتحموا بعض ومحدش يقدر عليكم. هات مرتك يا ضاحي، أنا مستنيك. فين جابر يا أم؟ جابر نايم جوا، خش صحيه. خلاص صابر، الحمد لله على السلامة يا أخوي. أنا قلت ألاقيك مستنيني على باب السجن. أصل خطيبته
اللي اتجوزت عليه كانت جنازتها النهارده. البلد كلها كانت في جنازة موجة بنت العمدة. البلد كوم واحنا كوم تاني يا جابر. البلد كانت رايحة تعزي طايع وانت كان المفروض تطخه. يطخه؟ يطخه كيف؟ ده كان عليه كان عاوز يقف جنبه وياخد العزاء. خلاص يا أمه. جابر كان بيعمل الواجب والواجب خلص. يلا يا اخوي تعال معايا نخلصه عليه. وادي الوك وحداني اللي ظهر ولا عنده حمايه وما لهش دي. الراجل لسه مرته واخوه لسه ميتين يا جدعان. واحنا مالنا؟ احنا اللي لينا دم. خلاص يا صابر اخوك بيجتري يا كبد امه بيراعي الناس. يلا يا كبير خد سلاحك وتعالى معايا. كان امك كلامها صح يا هتسيب ترى ابوك؟ يومين ثلاثة يعني الدنيا لسه ما طرتش يا جدعان. عشان يكون هرب. ما رايح اخد دم من اللي لينا ولما عاود ليا كلام تاني معاك يا ولد ابوي. انت فين؟ عاوزك تسيبوا البيت دلوقتي زي ما بقول لك يا ازهار. تاخدوا امك واخوكي وتطلعوا المستوصف انا هجيب لكم هناك. ما فيش وقت تتحركوا دلوك أزهار دلوك. صابر يا عسران اسمع اللي هقوله لك زين. انا ماليش صالح باللي بينك وبين طايح بس لو جربت من مرت انا حقتلك فاهم؟ أمال فين ضاحي؟ مش قلت حيجاب لنا هنا؟ زمانه جاي دلوقتي يا أم. جاي دلوقتي؟ جاي ميت. اركن في الشارع اللي ورانا واستنى ما نجيلك. واطفي نور العربية. تعالي يا أم. ادخل يا أزهار. ندخل فين يا ولدي؟ الدنيا ضلمة كحل. طول عمرك وانت عايز تبقى دكتور يا دكتور من وانت صغير في سنة أولى كنت تقول لي أنا حبقى دكتور يا أمه أنا حبقى دكتور يا أمه. زمايلك كلهم غيروا رأيهم 100 مرة وانت لا اتمنيت وبقيت. كان عاملني العيانة بتاعته يكشف عليا ليل ونهار لحد ما صدقت اني عيانه صح. وهتفرق في ايه ياما؟ كنت عاوز ايه؟ اذا كانت الظروف ليها راي تاني هتبقى اللي انت عايزه ومطرح ما نروح هتعمل مستوصف أكبر من دي وهتبقى أكبر دكتور في البر كله. أنا راجع يما هطلعكم برا البلد وارجع. إحنا ملناش غير بعض يا طايع إحنا محتاجينك. وأنا مأمنكم يا أزهار وأهم حاجة عندي دلوقتي أطلعكم برا البلد. أنا حاسة باللي أنت حاسس بيه يا ولدي من يوم أبوك ما مات وانا عقلي طار ما بقتش في وعي وما فوقتش غير على قتل فواز الله يرحمه. كنت حاسة ان مفيش حاجة في الدنيا هتوجعني قد وجعي على فراق ابوك لكن الضنا غالي موت فواز وجعني أكتر وأنا مش قد وجع تاني يا ولدي مش قد فراقك. أنت دلوقتي الوجع الموت قلبك وشال عقلك فوق يا ولدي.
كلامك جه متأخر قوي يما. لو مهجة أو فواز كانوا لسه موجودين كانوا يقولوا لك ما تضيعش عمرك على الفاضي. أيوة صح، وانت عارف أكتر مني وأكتر من أي حد إن الكلام عن الطار وعن اللي بيرتاحوا في قبرهم كلام فارغ بنضحك بيه على نفسنا. الطار مش علشان اللي راح، الطار علشان اللي عايشين يتشفوا ويشفوا غليلهم. كفايه يا أم كفايه، ده كلامك عن الطار دلوقتي والكلام اللي كنت تقوليه ليك سنين اتغير فجأة. لا انا هقتل زي ما انت قلتيلي وهاخد بالطار زي ما كنت عاوزاني. لا يا ولدي انت مش كده، انت مش زيهم. اسهل حاجة انك تمسك سلاح وتقتل وتقف وسط الخلق وتقول انا راجل خدت بطاري. لكن لا انت مش كده، انت مش زيهم، مش دي همك يا طايح. لا انت دكتور. الدكتور مات، الدكتور مات يا ابو طايح، مش ده الدكتور اللي كنت مش عاوزاه. الدكتور مات بقول، وما بقاش في الدكتور اللي كان جايب لك العار. مش انت اللي كنت جايب لك العار يا امه، لكن انا دلوقتي هرفع راسك لفوق فوق قوي. قاعد يدك يا امه. تعرف يا ولدي وانت في السجن الناس هنا كانوا دايما بيسألوا عنك، كانوا عايزينك تعالجهم ببلاش زي ما كنت بتعمل وياهم، كانوا بيدعوا لك من قلوبهم انك ترجع بالسلام، كانوا بيحبوك قوي قوي. وانا كنت مغلولة وما كنتش بقول لك قد ايه كنت بتباهى بيك، ولما دخلت نفسك السجن على قد ما كنت بخانقك وعلى قد قوتك كنت بفكر بيني وبين نفسي 100 مرة انا صح ولا غلط. انت اللي كنت صح يا ولدي وانا اللي غلط. انت اللي كنت صح يا طايا، صدقني يا ولدي احنا ربنا خلقنا علشان نبني ونعمر مش عشان نقتل. صدقني يا ولدي، صدقني يا طايا. ربنا بيحصل لي كل ده ليه يا أم؟ بيحصل لي كل ده ليه؟ البلاء على كد الإيمان يا ولدي، وانت جبل جبل يا طايع. اوعى أي حاجة تهزك، اوعدني إنك هتبقى طايع يا طايع، اوعدني يا ولدي. بعد الصبر بقولك
فيه يما؟ في أزهار يا مريش طايع. ماله طايع؟ جراله إيه؟ أنت كويس؟ صابر عصران ضرب علينا نار. اتعاركت مع أخواتي ومسكوني. أول ما عرفت أجي جيت. جبتنا نتقابل في المستوصف ليه؟ السلطان كان كلم صابر فخفت يجيكوا البيت. البيه كان عامل لنا كمين وبعت لنا صابر. كمين ايه يا طاعي؟ انت جنيت خلاص. انا كلمته عشان يبعد عنك وقلت له انه طايع يبقى في حمايتي. لا يا طاعي، طاعي ما يعملش كده، كان عملها من زمان، تقلبه علينا انا متاكده. ضاحي ده والد حربي ولا نسيتي؟ يا ولدي ضاحي نجدك ونجد أختك قبل كده، تلاقي صابر هو اللي كان قاطرك. طايع أنا أختك، مفيش حد هيخاف عليك كدي، أنا متأكدة أنه ما عملش كده. يلا نمشي قبل ما الوقت يفوت. يلا يا ضاحي، يلا يا يلا يلا يا حبيبي، يلا يا طايع. أزهار استني، احنا مش ماشيين. احنا مين؟ انا وانت. تيني في حماية ابوي، ده امان ليكي اكتر من اي مكان تاني. أزهار اختي جاية معايا. يلا أزهار. استنى بس يا طايع. ضاحي كلنا هنمشوا مع بعض، دي اخوي وامي. مقدرش اسيب ابويا واخواتي، وانا ما اقدرش اسيب اخوي وامي. اديك سمعت. مين فينا اللي هيعرف يحميه؟ دكتور طايع اللي قتل اخوه ومرته وولده قدام الناس كلها. الله ضاحي ولد حربي. الجوازه ليه كانت غصب؟ من النهارده مفيش حد هيخصبنا على حاجه، فاهم؟ صار مش ماشي يا طارق. طايع الكلب ضاحي والله اختار الغبي. ما تشتمهوش. عارف ولدي كان راجع، اما دول قتلوك اللي اشتريتهم وبعت اهلك عشانهم. الله يرحمك الله يرحمك يا ضاحي. دكتور بقي قتل قتله طاروا بياخدوا وتسيبوه ياخدوا. لا هنسقوا الارض بدم زي ما سقى الارض بدمنا. ضاحي ضاحي ولدي ولدي ما تعمليش في نفسك كده يا بنتي، استهدي بالله يا زهر. وقف يا طايع وقف. الحق يا طايع الحق يا ولدي. زهر عاوز ايه؟ عاوز ايه يا زهر؟ عاوز ارجع لضاحي. ضاحي خلاص مات.
فرجت عنيهم بقيت زي حربي. كنت عايزين اعمل ايه؟ استناكي لما يقتلك ولا يقتل امي؟ فوقي ده بقى صابر عشان يقتلنا. ضحك معانا وانا قلت لك ده رفع علينا سلاح وكان عاوز يخطفك تاني. فوقي. خلاص خلاص يا طايح اسيبها يا ولدي، خليها تمشي اللي في دماغها. استني هنا انا جايه معاكي. انا هرجع لوحدي، روحي معايا. انت راجعه لوحدك وهو راجع لوحده، انا اللي ههرب اياك. انتوا فاكرين ايه؟ عيلة صغيرة معاكم؟ اسمع ما اقول لك، انا هملت بيتي وهملت بلدي علشانك انت، علشان احميكي. افهمي. اركبي يا زهر. اسمعي كلام اخوك. انت مش عارفه شكل الحرب اللي جايه ايه. هتكون اوحش من اخويا يقتل جوزي؟ اوحش بكتير. بقيه في حياتك يا جابر. حياتك البقيه. شكرا الله وسلامه. عفو الله ذنبك. البقيه في حياتك يا جابر. حياتك البقيه. شكرا الله وسلامه. بقيه في حياتك يا عم. سمين مفيش عزا. مفيش عزا. بقيه في حياتك يا حجه. مفيش عزا. مفيش عزا. لما اخش جوه ارتاحي. ما هرتاحش طول ما ابوك واخوك مش متاحين في تربتهم. امك دي ايه؟ طب اعملي حساب لولدك اللي واقف وسط الرجاله. ولدي؟ انا ماليش ولد بعد صعب. طب ليه كده يا امه؟ ليه؟ طول ما ضايع عايش لا انت ولدي ولا عارفك. طب انا لو رحت في سكه الدم مش راجع. حاجتي هتسجن. انت هتعيش من بعد كيف من غير راجل يحميك؟ راجل؟ انت راجل انت؟ لما اخوك لسه ما بردش واللي قتله عايش وانت واجب تاخد العذاب بيت امك يا حيله امك. انت عارف انا شايفاك ايه في وسط الرجاله دي؟ انا شايفاك مره اتفوق عليك. طب احنا هنمشي يا جابر لغايه ما تتصافى انت والحجه. يلا يا رجاله. مفيش عازب. يلا يا رجال. اللي هيقول البقيه في حياتك هتخه بالنار. خلاص يامه. اللي هيقول البقيه في حياتك هتخه بالنار. خلاص يامه. انت راجل انت. انت راجل انت. حنيكم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش طيب كلمني وانا كنت على اول طريق مصر. تفضل. مؤاخذة البيت مطرب بقاله فترة أصل مقفول. معلش هو حضرتك مش عايش هنا؟ لا أنا كنت في القاهرة بس البيت ده رجعت فتح من جديد. ربنا يعمر بيوتك يا ولدي. إحنا متشكرين قوي. بس أنا خايفة لنكونوا متجلين عليك. ما تقوليش كده يا أمي، البيت بيتكم. تفضلوا. يزيد فضلك. تعال يا اختي. تفضلوا الاوضه. يزيد فضلك. روح يا ولدي. ربنا يحميك وينصرك على من يعاديك. ربنا يعزك يا امي. بعد اذنك دي. تفضل. يا شهيرة من غير خناقة بعد إذنك أنا محتاجك تيجي الأقصر. ما أنا رجعت الخدمة تاني. معلش يا أزهار اللي حصل حصل يا بنتي، ما تعمليش في نفسك كده. ليه يا أم؟ ليه طايع يقتل طايع؟ على عيني يا بنتي على عيني. بس حق ربنا ضاع اتعور.
هو اللي رفع السلاح على اخوك الاول. ده انا جد وده جد. مش يمكن صح يكون ضاحي هو اللي وزع علينا زي ما بيقول طايع. والله ما هي بعيدة. ما هو ولد حربي. الراجل اللي باع أهله واشترانا عشان يحميكي ويحمينا كان قدامك وقدام طايع. أنا شفته. شفت إخواته بيعملوا زي الغريب عشان كانش يستاهل اللي حصل. صح. الحق معاك. ما كانش يستاهل. بس عنك وليه. لكن والله والله اللي يتهزله سبع سماوات إن طايع أخوكي ما كانش قصده يقتله. صدق يا بنتي ده قلب أمك. لا ده طايع اللي ملتيه بكلام عن الدم والطار سنين. ده طايع اللي انت كنت بتتمنيه. بيجي وحش. بيجي وحش زي ما انت كان نفسك يكون. افرح ياما. طايع خد طارق وقتل جوزي في السكة. محدش حاسس بيا ولا بالنار اللي فيا. ده انا مصيبتي كبيرة. كبيرة قوي. أكبر من مصايبكم كلكم. جوزي وولدي وولدي التاني يقتل جوز بنتي. ده انا وجعي كبير. وجعي كبير قوي. محدش حاسس بالنار اللي فيا. اكتر واحده اتوجعت فيكم كلكم انا. شوفني يا رب. ارحمني يا رب. طالبه رحمتك الواسعه يا كريم يا رب. مالكم في ايه؟ ضحيت قتل. ضحيت قتل؟ مين اللي قتل؟ كان بيدافع عنا ويحمينا. جات له رصاصة طايشة راح فيها. مين اللي ضرب الرصاصة دي؟ صابر قتل ضاحي. وولاد حرب قتلوا. طلع العفش هنا عشان نحرقه ونحرق البيت. يا للبلد. ضايع قتل ضاحي ولدي. اللي هيخبي طايع ولا يساعد اللي يهرب مش هيبقى جاني على روحه. بس هيبقى جاني على روحه وعلى باقي عيلته معاه. صالح
هلا الدكتور عرف يضرب نار. الدكتور مات يا حربي، وهيقتل عيالك واحد واحد ويحصرك عليهم. إلا مكتب طايع واخد فطاره، وأي حد يتجرأ على حربه وعياله مصيره الموت. اسمعوا أهل البلد، من النهاردة أنا العمدة الجديد، كلامي سمع وطاع، واللي خالفه أقابله بالحديد والنار، وموضوع موت بنت العمدة يتنسي، ونفتح صفحة جديدة. بنتي فين؟ ولدك اللي حيفديها؟ لا ما حدش حيفدي حد. ادوني البت هسيبكم تعيشوا. أنا رجالتي برا. يتفضلوا. البت مش هنا. البت في مكان بعيد. سيدة. بلاش يا درية. سيدة درية استني. هو في ايه؟ انت مش عايز البت؟ هجيبها لك مدبوحة. لا استني استني. بقول لك ايه يا حربي؟ بلاش تضايق درية، عشان هي عاوزة تعمل أكتر حاجة توجعك، وأنا البت الصغيرة دي صعبان عليا. ها قلت ايه؟ هيفديها ولا لا؟ نصر بتحموت. وانا مالي؟ انا كيه بنت اخوك اللي مات، وانت جبتني معاك عشان كده او سكتلني يا ابوي؟ ولا ده معلش يفدي حد. انا افديه انا. ريته ينفع. ترضيت لي اموت؟ سبتني اتعذب كل يوم وانا مرضاش ليك مصير اقل من كده. احنا جايبينك هنا نتشفوا فيك. ولدك هيفديها؟ نصر انا مكانك اقول لها. انت مالك ومال اللخبطه دي؟ دي بتقاومك علي نصر. انت لو ما فديتهاش هي عارفه ان انا مش هسامحك طول حياتي. ولو فديتها يا ابوي هتعرف تسامح نفسك؟ خد. كله ينزل سلاحه. بيت فين؟ عملت ايه في اخويا السلطان يا طايع؟ اكتم خالص! اكتم بقول لك! البيت فين؟ بنتي مالهاش صالح بعراكم ده! مش بنتك لوحدك، دي حفيدة حربي، دي حتى شبه سماح عمتها الله يرحمها. مش كنت عايز تقتل كل عيال حربي؟ اهو قدامك اهو، خلص عليه. لو عايز بنت اختك اقتله. الكلام ده قديم، مش هقتل حد تاني.
أرجل واحد في إخواتك عشان فديت بنت أخوك. جدع يا نصر جدع. سيدة هاتي البت. بتي ضل جنيت وحربي. فين الغرية؟ مش ده اللي اتفقنا عليه؟ عيلة صغيرة عملت فيها زي ما عمل في بنت بنتي، العين بالعين والسن بالسن. ايه ده طايع؟ اقتلني. خد بطارك. انت اصل الخراب. اقتلني يا فاهم. خد بطارك. خد عودني. خد بطارك. لو الدنيا كلها كانت جالت لي في اللحظه دي إني مش هاكلك بسناني، ما كنتش صدقتهم. لكن أنت الموت رحمة ليك. عيالي كلهم راحوا، الدور علي. موتني يا طايع. الطار لو كان بيريح، أنت ارتحت بعد ما قتلت عيالك كلهم. وأقتلك كيف؟ أقتلك كيف يا حربي وأنت ميت أساساً؟ دوس على الجناب. حاجة بسيطة هتريحنا كلنا. أضرب يا طايع. أضرب. دكتور طايع. يا حسن. حسن. خد طارك. حربي أهو. قدامك. خد طارق يا حسن. يلا روح. ريا ريا خد طارق. خد. انا قتلت بنتك وقتلت حفيدتك. يلا خد طارق. انا كده قتلتك. انا كده خدت بطار بنتي. محجب. Thank you.
هلبس لها طايع. وصلت له ما تهربش منه يا سراج بيه. مين؟ درية. عاوزة ايه يا درية؟ عايزاكي تقتلي البت دي. ما عرفتش اقتلها، ما قدرتش، وما لقيتش حد يكرهها اكتر مني غيرك. شدها حربي قتل ولدك وامها ازهار وخالها طايع قتل ولدك التاني. هتقدري تنفذي ولا اشوف حد غيرك؟ سيبيها. متواصلين مع اليونسكو والانتربول عشان الاثار اللي طلعها حرب. انت عارف المقابر اللي انت لقيتها؟ جت قناه ديسكفري صورتها، بيقولوا ان ده هيبقى اهم كشف اثري في القرن ده. مالك يا طاهر؟ انت ما بتتكلمش ليه؟ ايه اللي جابك؟ انا مش قلت لك ما تجيش تاني؟ انا جيت علشان اشوف. على فكرة أنا مش متضايقة، يعني أنا ولا ده في تعب ليه؟ أنت بنت جدع وبنت أصول يا أمينة، وبميت راجل كمان، ولسه المستقبل قدامك، ما تبصيش وراك، أنا انتهيت خلاص، ما تجيش هنا تاني. بلغت إدارة السجن يرفضوا الزيارة، يعني لو جيتي مش هيدخلوكي. مش من حقك يا طارق، مش من حقك. أنا لوحدي بس اللي أخد القرار ده. أنت إزاي بتاخد قرار بنيابة عني؟ أنت ما تعرفش مصلحتك. مصلحتي في أي حتة تانية غير هنا؟ مصلحتي معاك يا طارق. امشي وما تجيش هنا تاني، مش عاوز اشوفك. طيب خلي بالك من نفسك يا امين.
القلوب على